هنقول مقادير طاجن ورق العنب باللحمه، هنستخدم معاه سمنه الهانم، هنشوح اللحمه بسمنه الهانم. بصوا بقى يا شباب، معايا طبعا ورق عنب، تمام؟ بتجيبيه في البرطمانات بقى او فريش، معانا ورق العنب ومتظبط وتمام، وهنحمل هنعمل له الحشوه، تمام؟ ومعانا لحم، قطعيه اللحمه اللي معايا دلوقتي دي كندوز، مكعبات، ممكن لو عايزه تجيبي شرايح، انتركوت لحمه، يعني اي قطعيه لحمه، وحتى لو فراخ هتنفع برضه، هتبقى ظريفه جدا. فانا معايا لحمه ومعايا ورق عنب، هنعمل ايه بقى خلطه المحشي الظريفه اللي انا دايما بحب اعملها؟ في ناس بتعملها على البارد كلها، انا هعملها كلها على البارد ما عدا الصلصه. الصلصه هديها كده ايه، تسبيكه خفيفه على النار مع بصل بس كده، وهتبقى خلطه محشي رهيبه. انا عن نفسي بحبها جدا جدا، واي حد بياكل محشي بتاعي بيقول لي ده محشي خطير، لو عارفين يعني. بصوا يا شباب، معايا تقريبا 4 كوبايات كبار من الرز المصري، تمام؟ معايا 3 كوبايات من عصير الطماطم، معايا كوبايه زيت، هنحتاج كوبايه كبيره كده من الزيت، ملح وفلفل، حزمه بقدونس متقطعه، حزمه شبت متقطعه، حزمه كزبره خضراء برده متقطعه صغير، حزمه كده يعني رابطه من كل حاجه، معلقه كبيره من ال7 بهارات، معايا معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ورشه شطه، هحتاج بصلايه صغيره علشان احمرها ونحط عليها الطماطم، وهحتاج كمان بصلايه نيه صغيره احطها نيه كده مع الخلطه بتاعه المحشي، وهحتاج معلقه كبيره من السمنه علشان نشوح فيها اللحمه ونديها لون كده ونكرملها قبل ما نحطها في الطاجن اللي هنرص فوقيه ورق العنب، هنستخدم فيها معلقه كبيره من سمنه الهانم، وهحتاج كمان شرايح من الليمون، وممكن كمان نحتاج معلقه كبيره من عصير الليمون. يا ده يا ده، مفيش مشكله يعني. وبس خلاص، وصفه سهله جدا وبسيطه جدا. عايزين اول حاجه نشوح اللحمه كده ونديها لون جميل، تاخد وقتها تاخد لون حلو بس كده. في الحله الثانيه بقى دي هنحط شويه زيت وننزل بالبصل علشان ايه، نعمل تسبيكه الصلصه. وهاجي هنا بقى للحمه الحلوه دي، هنحطها في سمنه الهانم تتشوح. وهنا البصلايه اهو، عايزاها بس كده ايه يبقى لونها شفاف. ومعايا الطماطم كده، البصلايه دبلت وبقت لونها شفاف، هقوم حاطه عصير الطماطم اللي مضروب في الخلاط كده اهو. عايزه برضو ايه ارش لها ملح وفلفل بس كده. نكمل خلطه المحشي، نحط ده هنا كده ورا. هجيب بوله بقى كبيره ونحط الرز، هنحط الشبت والبقدونس والكزبره الخضراء كده، هنحط ال7 بهارات، الكزبره الناشفه، الكمون، رشه الشطه، بصل ني كده، فلفل اسود، وملح. خلاص اللحمه كده اتحمرت، انا عايزه ايه اطفي بقى عليها. اي نوع لحمه هتحطيه في طاجن المحشي ادي اللحمه كده تحميره في السمنه. انا كده هشيلها وهرصها هنا كده في الطاجن. اللحمه بقت شوحت وعظيمه. شطينا الرز، حطينا الخضره كلها، كزبره وشبت وبقدونس، معلقه كبيره من ال7 بهارات، كزبره، كمون، رشه شطه، بصلايه نيه، وملح وفلفل. يا جماعه هنفرك الكلام ده كله كده مع بعضه. ادي كده الصلصه اتسبكت. اول ما بتتقل وبتتسبك كده على طول بنقوم ايه حاطينها معاهم بالشكل ده. لو عايزه تعمليها ني في ني
بتحطي على طول عصير الطماطم معاهم، ما بتحطيهاش على النار. يتبقى بقى الزيت، عايزين كوبايه زيت. المحشي يحب الزيت، ضروري جدا نحط زيت علشان يبقى مفلفل كده. هناخد كده ايه ورقه كده حلوه هحشيها قدامكم، وانا طبعا ايه حاشيه بقى كميه ظريفه عشان ايه على طول نقوم فردينها في الايه في الطاجن وندخلها الفرن. بنحشي من انهي ناحيه يا بنات يا حلوين يا عروسه اللي لسه متجوزه او ما تكيش في المحشي؟ بنحشي الجزء الخشن هو اللي جوه والناعم هو اللي بره. ورقه العنب بتبقى فيها جزء كده خشن وجزء ناعم، تمام؟ خلوا بالكم الخشن ده هو ده اللي بيبقى فيه ايه الحشوه، لكن اللي بره ده هو اللي بيبقى الناعم، فخلي بالك. ادي كده ورقه، هناخد خلطه المحشي الظريفه دي كده، ممكن تصورها لنا من فوق يا استاذ احمد؟ ايوه كده بالظبط. بعمل ايه؟ بلف كده المحشي، بصوا بلف الورقه كده اهو، يعني الجزئين دول بصوا تاني اهو كده كده وكده، تمام. ولفه كمان، واجي بقى على الجناب كده ايه الم الكلام ده كله كده اهو 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 يا شباب، اهي صباع ورق عنب خطير اهو اهو، ظريف 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 خطير. ونبتدي بقى نرصه زي ما انا هرص كده، انا برصه بقى ايه، ادي اهو ورق العنب اللي هنرصه، رصوه بقى ايه داير ما يدور في الطاجن وفوق اللحمه كده اهو. احنا كده رصيت رصه محترمه من الورق العنب زي ما انتم شايفين، ان شاء الله انتوا كمان هترصوها احلى مني بكتير. نزنق بقى الحكايه كده شويه اهو كده، وايه وبس خلاص. معايا شرايح ليمون، قبل شرايح ليمون قبل شرايح ليمون معايا مكعب مرق، عايزه فتفته كده عليها من فوق، مكعب مرقه كده، وشرايح ليمون كده داير ما يدور كده فوق الطبق كده اهو. نرص شرائح الليمون بهذا الشكل كده، وبعدين نعمل ايه؟ معايا بقى الشوربه، شوربه فراخ شوربه لحمه زي ما تحبي، مش هحط كتير. هل هحط طبق اغطيه بيها كده؟ يفضل طبعا. انا فين الطبق بقى هنا؟ فين الطبق بقى يا جماعه؟ هو انا عايزه اقول لكم على حاجه، هو يفضل لو هنحطه على النار، لكن لو احنا ناويين ندخله الفرن مفيش مشكله، مش هيحصل له حاجه ومش هيغلي لدرجه ان هو يفتح ويفك، تمام. فانا هعمل ايه، هاخد كده من الشوربه وايه هحط قد ايه في الطاجن اللي معايا دوت، هحط تقريبا 3 كبشات كبار من الشوربه كده بس، كفايه لا مش كفايه احط 4. بصوا انا عايزه اشوف ايوه بس كده، بصوا انا شفت الشوربه واصله لفين، بصوا كده يعني مش معديه المحشي، يا دوب كده، هو ده هو ده المقدار اللي انا عايزاه، فاهمين قصدي يا جماعه؟ الشوربه ما تطلعش بره المحشي، لا تبقى كده ايه يا دوب قبل اخر رصه، الشوربه تكون واصله لقبل اخر رصه، فاهمين قصدي؟ وهغطيه بالالمنيوم فويل وهدخله فرن سخن درجه حراره 180، هياخد تقريبا ساعه ساعه الا 10 دقائق الحدود دي. نغطيه بالالمنيوم فويل، او لو الطاجن عندك ليه غطا دخليه، درجه حراره 180 ساعه الا 10 دقائق او ساعه كامله، والمحشي هيبقى مستوي ورهيب رهيب، احلى بكتير ما هنسويه على النار. ناويه تسويه على النار في الحله، هترصي نفس الرصه، لو قلقانه يلزق في الحله بيعملي شرايح من البصل تحت قبل اللحمه، ونغطيه ولازم نكفي طبق عليه كده في الوش قبل ما نحط الشوربه، وعلى النار هنسيبه يغلي، بس هنكتر الشوربه شويه عن كده تبقى مغطيه المحشي بالظبط، ونسيبه يغلي لمده 10 دقائق، ونوطي النار خالص ونسيبه يستوي لمده ربع ساعه او اقل شويه زي ما بنسوي الطريقه العاديه للمحشي. وبالهنا والشفا. عملنا النهارده ايه بقى يا جماعه؟ عملنا اول حاجه طاجن ورق عنب باللحمه،
ظريف جدا وسهل جدا، يتاكل بالهنا والشفا، مقاديره بسيطه خالص، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم.